كلنا يحفظ سورة العاديات في جزء عمه، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، إلى آخر الآية. لكن هل تعرف معنى العاديات؟ وهل تعرف ما معنى ضبحا؟ وهل تعرف ما معنى الموريات قدحا؟ وهل تعرف ما هي المغيرات؟ وهل تعرف ما معنى نقعا؟ وهل تعرف ما معنى كنود؟ أخي في الله، العاديات هي الخيل التي يركبها الفرسان في الحروب. أما ضبحا، الضبح يعني صوت أنفاس الخيل. فالموريات قدحا تعني الخيل لما تضرب بحوافرها الأرض والحجارة. فالمغيرات صبحا، الخيل التي تغير على العدو خاصة وقت الصبح. أما نقعا فتعني الغبار الذي تسببه الخيل في المعركة. أما الكنود هو العبد الجاحد لنعم ربه عليه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الحكمة من قسم ربنا سبحانه وتعالى بالخيل وبوقت انقضاضها على العدو وبأنفاسها وبالغبار الناتج عن قوتها التي تتسبب فيه في أرض المعركة؟ إنها تعمل كل هذا لإرضاء سيدها، ألا وهو الفارس الذي يركبها، وهي في الأصل لا تعرف شيئا إلا أنها تعمل الذي هو يريده، لأنه هو فقط من يطعمها ويرعاها ويهتم بها، وكنوع من رد الجميل تقوم بكل هذه الأعمال، سبحان الله. من أجل هذا ربنا عز وجل ذكر بعدها جحود ونكران من الإنسان مع ربه: إن الإنسان لربه لكنود. رغم أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، إلا أننا غير معترفين بها ولا راضين بحالنا، ودائما ساخطين على أقدار الله، ومع أول ابتلاء نطعن في حكمة وعد ربنا سبحانه وتعالى، إلا فئة قليلة ممن رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين الإنسان والخيل في تعامل كل واحد منهما مع سيده. سورة قصيرة جدا، لكن فيها معاني تحرك القلوب. لا تبخل في نشرها وفي مشاركتها مع من تحب، لنكون شركاء في نشر الخير.